الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، أسعد الله أوقاتكم. في هذا المقطع إن شاء الله سأقدم ما يسمى بفكرة أو بمنحنى ISLM Curve. IS اللي هو Investment Saving، الاستثمار مقابل الادخار. LM Liquidity Money اللي هو الطلب على النقود والسيولة النقدية. هذا يعني هذا المفهوم اللي هو ISLM كمفهوم من أهم المفاهيم الاقتصادية التي يجب على الطلبة أن يفهموها، وكذلك الأمر صانع القرار. دعني أقدم بشكل بسيط من خلال نموذج تحديد الدخل أو ما يسمى Income Determination Model بالمعادلات البسيطة اللي يعني نأخذها بمبادئ الاقتصاد. إنه الآن هذا الانكم، وهذا عندي الان لنفترض انه السيفنج. طبعا السيفنج نتصوره نظريا بانه عند مستويات منخفضه جدا من الدخل بكون الادخار سالب ولو نظريا. فيبدا الان هذا السيفنج هنا، وطبعا باخذ شكل معادله سالب A كما تعلمنا بمبادئ الاقتصاد الكلي، سالب A زائد ام بي اس في واي اللي هو الميل الحدي للادخار، مارجن بروبوزل تو سيف. هنا الان عند هذه النقطه بكون السيفنج او الادخار يساوي صفرا. طبعا حتى نصل الى ما يسمى بالتوازن الاقتصادي لابد الان ان يتفاعل الادخار مع الاستثمار، وبالتالي لنفترض بان مجموعه من المستثمرين دخلوا. الان نبحث عن التوازن بين الادخار والاستثمار، ولنفترض بأن هذه كمية الاستثمار التي تحققت، خلينا نسميها I1، هذه investment عند مستوى واحد. التقاء الآن الانفستمنت أو الاستثمار رقم واحد مع، لنفترض أنه الادخار طبعا يساوي بهذه الحالة S1. هنا الآن التقى الاستثمار مع الادخار عند معدل فائدة معين، R اللي هو سعر الفائدة، هذا سعر الفائدة، لكن بدنا نعطيه رمز انه عندما كان مستوى معدل الفائدة منخفض فكانت الادخارات قليلة، لكن هناك يعني مستثمرين استثمروا عند هذا المستوى. بعد مدة إذا زاد الدخل يزداد الاستثمار، وبالتالي نحصل الآن على تفاعل جديد بين الادخار. خلينا بس أوسع هنا الحديث، يعني الآن هذا هو S savings يساوي سالب A ناقص MP عفوا زائد MPS في Y عندي هنا. وبالتالي إذا زالت الاستثمارات الآن تتفاعل مع الادخارات عند مستوى أعلى. هنا الآن كان الدخل الوطني عند هذا المستوى، عندما ارتفعت الاستثمارات من I1 إلى I2 حصلنا على يعني زاد الآن الإنتاج الوطني من Y1 إلى Y2، بمعنى الدخل زاد. وطبعا عند مستوى أسعار فائدة لنفترض أنها الآن عند R2، يعني هذا سعر الفائدة رقم 2 عند هذا المستوى من الاستثمار والادخار، وسعر الفائدة رقم 1 R1 كان عند هذا المستوى، وهكذا. فمنلاحظ أنه التوازنات بين الآن الاستثمار والادخار عند هذا المستوى، ثم استثمار مع ادخار، ثم استثمار مع ادخار عند مستويات متعددة مقابل أسعار فائدة معينة. المقصود هنا هي التوازنات، هذا هو الـ ISM IS curve. كيف نمثل الآن على السكيل أو على يعني مقابل معدل الفائدة أو سعر الفائدة والدخل الوطني؟ فبدي أنتقل من هذه الفكرة إلى فكرة الـ IS نفسها، تكون كما يلي. اوكي خلصنا هذه. الان على المحور الافقي والعمود، الان واي بقيت هنا، لكن الان اسعار الفائده اصبحت هنا. فعندما تكون اسعار الفائده مرتفعه الى حد كاف بتكون الاستثمارات قليله، لكن سيكون هناك تقاطع بين الادخارات والاستثمارات عند هذه النقطة. فلما تكون استثمارات قليلة بكون الدخل الوطني منخفض كثير.
ليس هناك استثمارات، وبالتالي ليس هناك توسع بالإنتاج والدخل بيكون منخفض. لكن بيكون في عندي الآن استثمارات وادخارات ولو كانت المستويات مرتفعة من سعر الفائدة، لكن بيكون مستوى التوازن بين الادخار والاستثمار قليل. إذا انخفضت أسعار الفائدة لنفترض حصلنا على هذه النقطة، أوكي مثلا هذه مقابل سعر فائدة R1، الآن لنفترض أنه انخفض من R1 إلى R2، هذه كذلك الأمر يصير في عندي توازن بين الـ IS اللي هو Investment و Saving، Investment و Saving، أوكي. لم نحصل الآن على Y2 بمعنى آخر، عندما زادت عندما انخفض معدل الفائدة زادت الاستثمارات زاد الدخل الوطني. ولنفترض أنه الآن انخفضت أسعار الفائدة إلى R3 على سبيل المثال، فالآن حصلنا على هذه النقطة، هذه النقطة بتقول لي أنه في عندي الآن investment و saving التقوا عند هذه النقطة فحصلنا على Y3. بنلاحظ أنه كلما انخفضت أسعار الفائدة زادت الاستثمارات وزاد الدخل. هذا إذا شبكنا كل هذه النقاط مع بعضها البعض نحصل على ما يسمى بالآي أس أر كيرف. دعني أوضحه بالطريقة التالية الآن. أوكي. عند مستويات مختلفة الآن من سعر الفائدة، أوكي، نحصل على توازنات مختلفة بين الاستثمارات والادخارات، فنحصل على النقطة هذه ثم النقطة هذه ثم النقطة هذه وهكذا. إذا شبكناها مع بعض بنحصل على ما يسمى بالـ IS curve، Investment Saving Curve. بالمقابل الآن كل ما زاد الإنتاج، كل ما زاد الإنتاج زادت حاجة المستثمرين والمستهلكين والفاعلين بالاقتصاد، الحكومة، المصدرين، المستورين، زادت حاجتهم إلى النقد. يعني بصير الطلب الآن على النقود يصبح في حاجة أكثر للنقود، وبالتالي عند مستويات منخفضة من الإنتاج بكون الطلب على النقود قليل. إذا زاد الآن الإنتاج بنلاحظ أنه زيادة الإنتاج ستؤدي إلى زيادة الطلب على النقود، وبالتالي حصلنا على نقطة ثالثة ورابعة إذا شبكناهم مع بعضهم البعض نحصل على ما يسمى بالألم كيرف، ال ليكويديتي، ام اللي هو الطلب على النقود. فبتقاطع الان ال ام مع الاي اس عند هذه النقطه، هذه النقطه تحدد لما يسمى بالدخل التوازني، خلينا نسميه واي ستار، مقابل سعر الفائده التوازني. سعر الفائده التوازني لنفترض بانه ار ستار، اي بمعنى اخر بان هذا سعر الفائده، هذا ار ستار أدى إلى تبلور إنتاج وطني قيمته واي ستار، وبالتالي صار عندي الآن توازن بين من جهة الاستثمارات مع الادخارات والطلب على النقود، هذه الليكويديتي، وهذا الطلب على النقود من جهة أخرى بتحدد لي مستوى الدخل الوطني وتحدد الآن مستوى معدل الفائدة. طبعا المفروض الآن أنه ماذا يعني بماذا، ما هي المعلومات التي تبينها الآن هذه الفكرة تقاطع الـ ISLM بالطريقة هاي وحصلنا على التوازن. هناك سياستان يتتبناهما يعني منهم الآن الحكومة من جهة والبنك المركزي اللي هو مسؤول عن السياسة النقدية. إذا الحكومة قامت بزيادة إنفاقها بتقليل الضرائب ستؤدي إلى الآن التأثير بمتساوية الدخل Y تساوي C plus I plus G plus X minus M. لنفترض الآن زادت نفقات الحكومة، هذه زادت، زيادة النفقات تؤثر على الإنتاج الكلي من خلال زيادة الاستهلاك، زيادة الاستثمار، ربما زيادة الصادرات. والآن إذا كان خاصة هنا الإشارة موجبة بين يعني الميزان التجاري، ما يعني الآن يعني يحدث الآن نتيجة لزيادة نفقات الحكومة إزاحة كاملة. هاي الآن أثر السياسة المالية، أثر السياسة المالية، أثر السياسة المالية.
ازاحتان في منحنى الاي اس مثلا من اي 1 اس 1 الى اي 2 اس 2 على سبيل المثال. بنلاحظ انه زادت اسعار الفائده ولكن الدخل زاد. بالمقابل الان البنك المركزي اللي نفترض بانه استخدم ادوات السياسه النقديه اما الاحتياط الاجباري معدل الاحتياط الاجباري او معدل الخصم او من خلال عمليات السوق المفتوحه واراد زياده عرض النقد. ربما انه يتخذ يعني اجراءات من خلال هذه الادوات حتى يخفض الان من عرض النقد، لكن لنفترض بانه قام بتخفيض RR اللي هو نسبه الاحتياط الاجباري، او بانه قام بتخفيض سعر الخصم، او انه قام بشراء السندات التي باعها في السابق وزاد النقد في السوق. ما يعني الان بان الان ستنتقل من خلال السياسه اللي هو اثر السياسه النقديه إزاحة من L1M1 إلى L2M2. ما نلاحظ الآن نقطة التقاطع الجديدة هنا تؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة لكن إلى زيادة الدخل. هذا الآن درس بسيط جدا، إن شاء الله في مقاطع مستقبلية بإذن الله نتحدث عن أثر أعمق عن السياسة المالية من جهة والسياسة النقدية. أرجو أن تكون الفكرة قد وصلت إليكم أحبة الطلبة المتابعين لهذه القناة عن كيف ينشأ منحنى الاي اس والام ويتقاطعوا يؤدي الى يعني تبلور اللي هو الدخل الوطني التوازني سعر الفائده التوازني، ومن ثم الى الان تحركت الحكومه خلال سياستها الماليه اما بالانفاق او بالضرائب، او ان الان البنك المركزي او السلطه النقديه في البلد التي نتحدث عنها تحرك من خلال يعني تأثيره بواسطة أدوات السياسة النقدية إما معدل الاحتياط الإجباري على الودائع أو سعر الخصم أو عمليات السوق المفتوحة. وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.